تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. الرسالة الخطية تتعلق بعلاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين الصديقين. وتسلم الرسالة سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية لدى استقباله في مقر وزارة الخارجية سعادة السيد إيغور كريمنوف سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة وجرى خلال اللقاء بحث مسار علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين